الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة رياس إنرجي النرويجية أن 4 دول بينها العراق تمتلك 4 ملايين برميل نفط يوميا من الطاقة الاحتياطية. وقالت الشركة إن السعودية والعراق والإمارات والكويت تمتلك مجتمعة نحو 4 ملايين برميل في اليوم من الطاقة الاحتياطية التي يمكنها طرحها في السوق ما بين 3 إلى 6 أشهر. وأضافت الشركة النرويجية أن معظم هذه الدول لديها قدرات تخزينية كبيرة، ما يعني أنه يمكن ترشيح 4 ملايين برميل للتصدير في أسابيع قليلة. وأدى القلق بشأن تعطل الإمدادات بعد عقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 من شهر شباط الماضي، أدى لارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وبلغت عتبة 139 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. أكد عضو مجلس النواب جمال كوتشر أنه من المفترض إقرار الموازنة لهذه السنة لمدة 3 سنوات قادمة وليس لسنة واحدة وفق قرار الإدارة المالية الصادر سنة 2019. وقال كوتشر إن القرار المدرج في قانون الإدارة المالية في سنة 2019 يقول إن وزارة المالية مكلفة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتقديم موازنة ل3 سنوات مقبلة. وأضاف أنه لم يعمل بهذا القانون في العام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما طبق جزء من قانون الإدارة المالية في العام 2021. قالت وزارة الزراعة الحالية في العراق إن محصول الحنطة يكفي لنهاية الموسم الحالي. المتحدث باسم الوزارة حميد النايف كشف أنه الآن ليس هناك عملية استيراد للحنطة، حيث توجد كميات كافية في صوامع التخزين، لكن جشع التجار أدى إلى زيادة أسعارها، مشيرا إلى أن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى تهافت السكان على شراء الحنطة بشكل كبير. حذر قائم مقام الرمادي إبراهيم العوسج من أن الموسم الزراعي الحالي لا يسد سوى ربع حاجة السوق المحلية، محملا وزارتي الزراعة والموارد المائية مسؤولية تراجع الواقع الزراعي بالمحافظة. وقال العوسج إن الموسم الحالي في الأنبار لا يسد سوى 25% من حاجة السوق المحلية بسبب إجراءات وزارتي الزراعة والموارد المائية في تقليل الإطلاقات المائية. وأضاف أن وزارة الزراعة حددت المساحات المزروعة لكل فلاح بالتزامن مع ضعف الدعم المقدم للمزارعين، الأمر الذي تسبب بتراجع كبير في مستويات انتعاش الواقع الزراعي عن السنوات الماضية، مبينا أن أكثر المحاصيل المتضررة من تلك الإجراءات هي الحنطة والشعير. دعا رئيس مجلس محافظة السليمانية أزاد محمد إلى توسيع صلاحيات الجهات المختصة لكي يتمكنوا من إبرام العقود مع التجار بما يصب في خفض أسعار الدقيق. وقال محمد إن محافظة السليمانية تحاول إيجاد حل بما في ذلك استيراد المزيد من الدقيق وبسعر أقل من قبل التجار المستوردين. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة أربيل في وقت سابق أن بغداد قلصت وإلى مستوى كبير حصة محافظة السليمانية من القمح بالتزامن مع تأجيل إرسالها. أما الآن فانتقال لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز بأمان الله.